الصلاة والسلام على رسول الله، يا أيها الذين آمنوا صلى عليه وسلموا تسليما كثيرا. بيقولي أنا فسرت هنا رؤية من قبل وقد تحققت، وهي رأيت إني أسوق سيارة وأنا متحكم بها وأزيد السرعة تدريجيا. السرعة بيزيدها تدريجيا، لاحظوا، يعني مش فجأة قالك أنا حلمت إن أنا سايق العربية والعربية طايرة من على الأرض طاير ومش عارف أتحكم فيها، لأ، هو بيقول أنا متحكم بها وبزيد السرعة تدريجيا، وقمت بتجاوز سيارة أمامي، وكان تفسيري له بأنه سيتغلب على كل العراقيل التي أمامه بفضل الله تعالى. طبعا هو بيقول بالفعل بعد الرؤية هزمت أعدائي فأزحتهم عن طريقي نحو ما أريد. يعني إيه أنا سايقة السيارة ومتحكمة فيها وعمالة كمان بتسابق وبعد السيارات اللي قدامي؟ السيارة هي حياتك الخاصة، انت حابب توصل لأشياء معينة في حياتك، حابب توصل لهدف، حابب توصل لفتاة بتحبها، حابب توصل لمنصب معين في العمل، حابب توصل انك تعمل مشروع والمشروع ده يكون انجح مشروع، حابة توصل انك يكون لك ذرية، حابة توصلي لقلب زوجك. فرؤية سواقة العربية بمهارة بيدل على تحقيق بعض الأهداف اللي عندك، وكلما كنت متحكم في السيارة كلما كانت حياتك تحت سيطرتك وماشية تمام التمام، والله أعلى وأعلم.